لقائنا اليوم بالدرجة الأولى راح يتحدث بالدرجة الأولى على الانتقال الطاقوي على الطاقات المتجددة وكيف أنه العنصر الهام جدا واللي راح كل استراتيجية الحكومة مبنية عليها ألا وهو الشباب كيف ممكن أنها تشارك في هذا القطاع الجد حساس. اليوم فيه بعض النقائص من خلال التكوين اللي راح إن شاء الله نتكفلوا بها إن شاء الله بالتعاون ما بين مختلف الوزارات، كذلك لي بلون تشارج وهو دفتر الاعباء يعني لي بروجي باش يفهمونا الشباب، هذا هو اهم شيء بالنسبه للمؤسسه. هذا الشيء كذلك يعني هو تم اخذه بعين الاعتبار. اليوم اذا فيه ناس راهي تشوف باللي هذا لانه اننا نلمسه يوميا من خلال اتصالنا بالشباب باللي فيه يعني مازالت فيه واحد البيروقراطيه هكذا في تطبيق بعض العديد، خاصه لما يكونوا دينوت تعليمات من طرف السادة المديرين العامين للسيد مدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية على المستوى المحلي، ولما يكون يعني حتى هذه التعليمات تكون حتى يعني في المداخل تاع الوكالة تلقى اون نوت للإعلام والله وين الشاب يشوف باللي ما فيش تجميد رفعوا تجميد على نشاط، لكن لما يدخل الوكالة يقولوا له لا، لما يشوف يعني قرارات متخذة يعني على المستوى المركزي هنا لكن لا تطبق على المستوى المحلي.